الثاني، ما الفرق بين السورة والآية؟ أرجو توضيح ذلك. السورة والآية في القرآن. في القرآن الكريم. سؤاله الثاني عن الفرق بين السورة والآية في القرآن. الآية هي جزء السورة، نعم. وأما السورة فهي إحدى سور القرآن. السورة مأخوذة من السور، وهو مجموعة من الآيات تسمى باسم واحد، مثل سورة البقرة هي مجموعة من الآيات سميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيها البقرة. آل عمران كذلك مجموعة من الآيات سميت بهذا الاسم لكون السورة قد ذكر فيها آل عمران. وهلم جر بقية السور. فالسورة هي السور الجامع لمجموعة آيات، وأما الآية فهي مفردة السورة. جزيتم خيرا.